مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في هذه المقابله الخاصه على شاشه سي ام بي سي عربيه. قطاع الطيران كان اكثر القطاعات التي تعرضت للضغوط خلال الفتره الماضيه، والان بدات دول العالم في تقليص اجراءات العزل واجراءات التباعد الاجتماعي. كيف سيعود القطاع؟ وهل سيكون القطاع عمله مربحا خلال الفتره القادمه مع تطبيق اجراءات التباعد الاجتماعي؟ وبالنسبه لشركه الاتحاد للطيران، احدى اكبر شركات الطيران في العالم، الرئيس التنفيذي للشركه توني دوغلاس سيكون معي للإجابة على كل هذه التساؤلات. مستر دوغلاس، hello and welcome on CNBC. hello. سيد دوغلاس، أعلنتم أن هناك بعض الوجهات لرحلات الترانزيت، أعلنتم أيضا أنه بنهاية أو ببداية شهر يوليو ستكون هناك رحلات وبدأ بالفعل عملية الحجز. السؤال الآن، هل ستعود الأمور طبيعية في شهر يوليو، يمكن للكل السفر، خاصة أن الكثير من الناس متحمسون في هذه الفترة لبدء رحلات الطيران من جديد؟ أولا، الجميع يعلم الأوقات العصيبة التي واجهناها بسبب جائحة كورونا، وبما أننا أشخاص منخرطون شغف بقطاع الطيران، فإننا ننتظر بصبر العودة إلى الطيران ومنح ضيوفنا التجربة التي يستحقونها. فاعتبارا من 23 من مارس آذار هذا العام، أوقف معظم أسطولنا عن الطيران، وكان يفطر قلوبنا أن نرى مطار أبوظبي الدولي يضم أسطول شركة الاتحاد. لكن من المهم أن نشدد على أننا لم نتوقف عن الطيران. فخلال هذه الفترة نفذنا عددا هائلا من الرحلات المخصصة لنقل المساعدات الإنسانية، كما نفذنا عددا من الرحلات لنقل الناس. وبوسعي أن أقول لكم بما يمكن اعتباره خبرا عاجلا، أننا سنطير غدا إلى 20 وجهة اعتبارا 10 من يونيو حزيران. هذا يعني أن مدنا من آسيا وأوروبا سترتبط ببعضها عبر أبوظبي من جديد، ولن يسمح للضيف أن يبقى في أبوظبي، لكنه سيكون قادرا على السفر مجددا عبر أبوظبي. وبوسع الناس زيارة موقع الاتحاد .com، وهو المكان الأنسب للمعلومات المحدثة. سوف ترون 24 وجهة أو مدينة نطير إليها حاليا. من السهل الحجز والسفر من أبوظبي إلى أي من هذه الوجهات، ومن يريد العودة بوسعه زيارة موقع يحظى بموافقة وزارة الخارجية الإماراتية، ومن يزور الموقع يحصل على رقم مرجعي، وبعد موافقة الحكومة الإماراتية يستطيع المسافر مجددا عبر أبوظبي. هذه خطوات صغيرة في الاتجاه الصحيح، ونحن جميعا ننتظر بفارغ الصبر السفر من جديد. متى نتوقع تقريبا أن تعود الأمور إلى حالتها الطبيعية كما كانت قبل انتشار الوباء؟ من المستحيل تقديم إجابات دقيقة، لأن كرتي البلورية التي أقرأ بها المستقبل ليست أحسن من كرات الآخرين البلورية، والدول المختلفة تتفاعل وتتعافى من الجائحة بطرق مختلفة. لا أحد يعلم بالضبط متى ستعود الأمور إلى طبيعتها وسابق عهدها، لكن المهم هو أنك عندما تزور موقع الاتحاد .com كل يوم، ستجد أن شبكتنا تتزايد يوما بعد يوم، والوجهات التي ذكرتها قبل قليل موجودة على الموقع، والناس يستطيعون حجز رحلاتهم للسفر مجددا. وعندما نحصل على الموافقة للتوسع إلى دول أخرى، نحن بالتأكيد سنضعها على الموقع الاتحاد.com، وعندما يكون العالم جاهزا للسفر من جديد سنكون جاهزين لخدمة ضيوفنا. الكثير من شركات الطيران ربما كانت تحت الضغط خلال الفترة الماضية، كان القطاع هو الأكثر تأثرا طبعا بفيروس كورونا، والكثير من الشركات ربما طلبت مساعدات حكومية. يعني هل طلبتم مساعدات حكومية أو حصلتم على مساعدات حكومية؟ كما قلت قبل قليل، كوفيد 19 والتسونامي الذي
تلاه كان كارثيا تماما لقطاع الطيران في العالم، وأنا شخصيا متعب من كثرة الإحصائيات اليومية التي تصدر. أعتقد أن إياتا قالت مؤخرا إن الخسائر في الإيرادات تبلغ 314 مليار دولار، وهي خسائر هائلة. أكثر من 80% من أساطيل الطيران في العالم موقوفة عن الطيران، وقد سمعت الأسبوع الماضي رقماً يشير إلى أن حركة الطيران اليوم أقل مما كانت عليه في العام 1986. إذن من الواضح أن التأثير هائل جداً، ورأينا الحكومات في أنحاء العالم تتدخل لدعم الناقلات الوطنية التي ما كانت بصراحة لتكون قادرة على البقاء لولا هذا الدعم. وأيضا كان هناك عدد كبير من شركات الطيران التي أعلنت دخولها مرحلة إدارة الإفلاس أو إدارة الإفلاس الطوعي، ولكن نحن في شركة الاتحاد نحظى بدعم هائل من إمارة أبوظبي ومن المساهمين فيها ومجلس إدارتها، ونحن نعمل على النظر إلى المدى البعيد لأننا نعلم أن قطاع الطيران لن يعود بسرعة، لكننا نحاول ضمان أن تكون الاتحاد قادر على تقديم قيمة أكبر للمسافر. ونتيجة لذلك أعلن الأسبوع الماضي وعلى مستوى العالم عن برنامج نموذجي للصحة والسلامة من شركة الاتحاد، وهذا اقتراح مهم لأننا نحاول طرح مفهوم سفير الصحة والسلامة في شركة الاتحاد، حيث ستضم كل رحلة للشركة عندما نعود للطيران الطبيعي ستضم سفيرا للصحة والسلامة للترحاب بالركاب، وسوف نقوم بإجراءات كثيرة خلال الرحلات من الألف إلى الياء لضمان أن نكون أنظف شركة طيران في العالم يمكنك السفر معها، وستضم الطائرات أجهزة لفلترة الهواء بحيث يكون الهواء داخل الطائرة من أنظف أشكال الهواء في العالم. لكن ومن خلال برنامج سفير الصحة والسلامة سنعمل على تلبية كل احتياجات الركاب ومنحهم تجربة عظيمة. وأثناء إيقاف الأسطول عن الطيران طبقنا أكبر مشروع للصيانة في تاريخ الشركة، وعقمنا كل الطائرات من الداخل وفق معايير تعقيم غرف العمليات الجراحية، كما أخضعنا الطائرات لنظام للصيانة كما لو أنها سلمت إلينا يوم أمس. استفدنا من وقتنا بحكمة، لأنه عندما يعود العالم إلى الطيران فإنه سيرغب بالسفر وفق معايير تتوقعها من شركة الاتحاد. ذكرتم سيد دوغلاس أن ستكون هناك طبعا معايير مرتفعة للتباعد الاجتماعي داخل الطائرة، وكذلك لمراعاة القواعد الصحية بأفضل صورة ممكنة، ولكن كيف سيؤثر ذلك على نسبة الأرباح التشغيلية أو نسبة التكاليف التشغيلية للإيرادات؟ كيف سيؤثر أيضا على ربحية الشركة في العموم وعلى أسعار التذاكر؟ مجددا كل شركة طيران ستتعامل مع الأمر بطريقة مختلفة، وأنا شخصيا لا أستبعد وجود تشريعات أو حتى مبادئ إرشادية، وهذا الأمر ستكون له تكلفته. وتاريخيا كانت أسعار التذاكر في أدنى مستوياتها قبل قدوم الجائحة. إياتا نشرت معطيات ووثائق عديدة تقول إن أسعار التذاكر باعتقادها ربما سترتفع ما بين 40 إلى 50%، لكن في واقع الأمر السوق سيحدد السعر، وسنرى حجم استيعاب السوق. لكن الأهم بالنسبة لنا هو أننا نريد توفير أعلى معايير الصحة والسلامة في الاتحاد للطيران. ضيفنا سيتوقعها، والمقيمون في أبوظبي يتوقعونها، والسياح ورجال الأعمال الذين يأتون إلى هنا إلى أبوظبي التي كانت
من أأمن المدن في العالم قبل كوفيد، بل وحتى أثناء جائحة كوفيد هم يتوقعون السفر إلى هنا وفق أرفع المعايير. لا شك أن التباعد الاجتماعي ستكون له تكلفة، والتدابير الإضافية المتخذة سيكون لها تأثيرها بالتأكيد، لكن التأثير على الضيف المسافر سيكون إيجابياً. ما مدى جاهزية طيران الاتحاد اليوم لمواجهة هذه الفترة القادمة من انخفاض الربحية؟ كنا نمر ببرنامج للتحول في آخر عامين، وكنا نريد إدخال تحولات جوهرية، وأيضا نريد مراجعة ميزانيتنا، لكن أيضا أردنا العمل على قاعدة تكاليفنا. وأنا قلت في عدة مناسبات أننا تقريبا استفدنا، وسأعطيكم صورة مجازية. الأمر كان يشبه الذهاب إلى النادي الرياضي للتمرن وزيادة اللياقة قبل قدوم كوفيد، وبسبب ذلك كنا أقدر بكثير على أن نتمتع بالرشاقة وأن نستمر في العمل مع ضبط التكاليف بتأني، وضمان أن نكون في موقع أقوى مع الاستمرار في برنامج تحول. دعني أسأل من ناحية مالية، يعني الكثير من القطاعات يعني ربما تأثرت وتعرضت لضغوط، يعني وأنتم قمتم بإجراءات خفض للرواتب أو خفض للنفقات. أنا أريد فقط التأكيد، يعني هل ستكون هناك المزيد من هذه الإجراءات؟ نحن كنا نخضع لبرنامج تحول منذ عدة سنوات كما قلت قبل قليل، وخفضنا التكاليف بشكل كبير في معرض تحديد الحجم المناسب للشركة. جائحة كوفيد اضطرتنا إلى فعل المزيد من ذلك. نحن في وضع جيد، لكن الحال سيكون صعبا بالنسبة لكل شركات الطيران، وفي الأيام والأسابيع والأشهر والسنوات المقبلة سنرى ضحايا بين شركات الطيران، لكننا نريد الخروج من هذه الحالة في وضع أقوى. سنعود إلى الأساسيات في مجال ضبط التكاليف وفي طريقة إدارة شركتنا، لكن تركيزنا الأساسي هو على خدمة الزبائن الرائعة. وبالعودة إلى كوفيد، عندما يعود الناس إلى الطيران سيكونون قلقين، لذلك فإن برنامج صحة والسلامة في شركة الاتحاد سيكون أساسيا لتخفيض مستويات قلق الناس، ومعايير الصحة والسلامة ستكون أساسية لاختيار الناس للطيران مع شركة الاتحاد. لا أستبعد المزيد من عمليات الخفض، فهناك من يتبنى وجهة نظر قائلة أن هذا الأمر حتمي، لكننا نعول على المدى البعيد لأن التعافي سيستغرق وقتا. تبقى معنا سيد توني، سنعود إليك بالمزيد من الأسئلة حول مجموعة طيران الاتحاد، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، أرحب بضيفي السيد توني دوغلاس الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الاتحاد، ونستكمل الحديث عن القطاع وعن الأداء المتوقع لطيران الاتحاد بعد هذه الأزمة التي عصفت بقطاع الطيران، أزمة فيروس كورونا. أهلا بك سيد دوغلاس من جديد. الكثير من الشركات في القطاع يعني ربما قامت بعمليات خفض لرواتب الموظفين أو تسريح للعاملين، وأنتم قمتم بذلك وذكرتم أنه ستكون مؤقتة عمليات خفض الرواتب من 25 إلى 50% حتى نهاية شهر سبتمبر. هل تخططون للمزيد من إجراءات خفض الرواتب أو إجراءات خفض النفقات بشكل عام؟ اتخذنا إجراءات فورية عندما أوقفنا الأسطول عن الطيران في مارس آذار. كل المدراء خفضت رواتبهم فورا بنسبة 50%، وحاليا مددنا هذا الأمر لفترة 6 أشهر.
كثيرون لا يستطيعون تخيل ذلك في قطاعات أخرى، أي أن تخفض رواتب جميع المدراء بنسبة 50%، بينما خفضت رواتب البقية بنسبة 25% ضمن عائلة الاتحاد. كنا أصلاً خلال هذا العام ننوي تصحيح حجم الشركة، وأعلننا عن تسريح 1200 فرد من أفراد عائلة الاتحاد قبل شهر تقريباً. لا أستطيع استبعاد المزيد من عمليات الخفض، فلتحديد حجم الأسطول الصحيح ليكون مناسباً لوضع السوق عندما تعود سيكون ذلك ضرورياً، لكننا نريد ضمان التركيز على المدى البعيد ونريد الحفاظ على الشركة لنعود أقوى، وهذه أمور حتمية في عالم شهد أحداثاً اقتصادية استثنائية مثل كوفيد نتيجة حالة تسونامي الاقتصادي التي أدت كما قلت إلى خسائر تزيد على 314 مليار دولار في عالم الطيران هذا العام حتى الآن. ربما تسوء الأوضاع تجاريا قبل أن تتحسن من جديد. يعني ربما تعرض قطاع الطيران سيد دوغلاس للكثير من الضغوط خلال الفترة الماضية، وهذا يعني يدفع لي التساؤل، هل تخططون لأي إجراءات اندماج أو استحواذات خلال الفترة القادمة أو حتى على مستوى شراكات استراتيجية؟ أعلننا في وقت سابق هذا العام عن خدمة العربية للطيران أبوظبي، وكنا سعداء جدا بتقديم خدمة الطيران الاقتصادي في أبوظبي، والعلاقة مع الاتحاد ضرورية لتقديم خدمة زبائن جيدة عبر شبكتنا الجماعية. كان من المفترض البدء بتقديم هذه الخدمات في مايو أيار، وكان ذلك قبل قدوم جائحة كوفيد، وفي اللحظة التي تسمح لنا السوق سنطلق خدمة العربية للطيران أبو ظبي، ونتطلع إلى إطلاق هذه الخدمة في أسرع وقت ممكن. وخارج نطاق هذا المشروع المشترك فإن الإجابة البسيطة هي لا، جميع جهودنا وبنسبة 100% منصبة على ضمان تقديم معايير الصحة والسلامة بمنتهى الروعة إلى الزبائن. وبالعودة إلى ما بدأت به، سنواصل بناء شبكتنا بالتدريج وبهدوء. الوجهات 24 التي نطير إليها حاليا نريد توسيعها لنعود إلى كل الشبكة القديمة التي كنا نخدمها، كما أن هناك 20 وجهة سنربطها عبر أبوظبي اعتبارا من يوم غد، وعددها سوف يزداد. وكما قلت، موقع اتحاد.com تفقده كل يوم، لأننا دائما نطرح أحدث المستجدات على الموقع، ونحن جميعا نريد العودة إلى السفر في أسرع وقت ممكن. يعني ذكرت سابقا أن قطاع الطيران أمامه وقت طويل للتعافي، يعني ما الذي يجعلك تعتقد ذلك، وما هي الصعوبات التي تواجه القطاع مع أن الكثير من الناس الآن وبعد فترات العزل والحجر المنزلي الطويلة يتشوقون للعودة إلى السفر والطيران؟ أجبت عن سؤالين مهمين جدا في الآونة الأخيرة. السؤال الأول هو هل سينتهي فيروس كوفيد 19؟ والإجابة المختصرة هي نعم سينتهي، لكننا لا نعلم متى. السؤال الثاني، هل سيعود قطاع الطيران إلى النمو؟ والإجابة هي نعم، لكن لا نعلم متى نعود إلى مستويات 2019. نحن نعتقد أن الأمر قد يستمر على الأقل حتى أواخر 2022 أو ربما حتى إلى 2023 قبل أن نعود إلى مستويات 2019. ولكن عندما نصغي إلى زبائننا ونتواصل معهم بصورة دورية، وعندما نتلقى الآراء عبر مراكز الاتصالات، وعندما نتحدث إلى أقاربنا وأحبائنا، نجد أن السؤال الأساسي المطروح هو هل نستطيع العودة إلى السفر والاستمتاع بالطيران في أسرع وقت ممكن؟ جميعنا نريد الطيران من جديد وبفارغ الصبر، وحالما نحصل على الموافقات إلى السفر إلى الوجهات الجديدة، وعندما يكون من الآمن عودة هؤلاء الناس من الوجهات إلى هنا إلى أبو ظبي، سنعلن المعلومات على موقعنا الاتحاد.com عاجلا وليس آجلا. ماذا عن رحلات شحن البضائع؟ هل عادت إلى مستوياتها السابقة في 2019؟ كم تأثرت تقريبا وكم تمثل من إيرادات الشركة؟
تاريخيا كان نمو الإيرادات من خدمات شحن وسيتس إيراداتنا الإجمالية، وعندما بدأت السوق تتأثر من جائحة كوفيد، والبداية كانت طبعا في الصين حيث تفشى المرض في البداية بصورة أساسية، فإن مصنع العالم أغلق أبوابه بسرعة وقتها، ونتيجة لذلك ومع البدء بإيقاف أساطيل الطيارات عن الطيران في جميع أنحاء العالم، فإن 75% تقريبا من كل عمليات الشحن التي تتم في الطائرات هي في بطن الطائرات، حيث كانت الحقائب تنقل في الطائرات التجارية. 25% من هذه الأحجام كانت ذات شحن متخصصة. لكن ما رأيناه مع انتشار الفيروس ووقف الطيران التجاري هو ارتفاع نسب الشحن بشكل كبير، ونتيجة لذلك كان أكثر جاذبية لنا استخدام أكبر عدد ممكن من الطائرات لأغراض الشحن فقط، من أجل المحافظة طبعا على خطوط الإمداد العالمية الأساسية. والأهم من ذلك بالنسبة لنا هنا في الإمارات، في بداية الأمر كنا نريد ضمان الأمن الغذائي وتأمين الإمدادات الطبية المختلفة لأبوظبي وكذلك الإمارات، وإنما أيضا كنا نطير رحلات للمساعدات الإنسانية نيابة عن حكومة الإمارات التي تتصف بالسخاء إلى جميع أنحاء العالم. بالنسبة للشحن اليوم وتحديدا الشهر الماضي كان الأفضل لنا في تاريخنا، في تاريخ شركة الاتحاد. وبالنسبة لخدمات الشحن في بطن الطائرات التجارية، فقد استفدنا من الرحلات إلى 34 وجهة في العالم لإطلاق شبكات مصغرة، وسمحت لنا هذه الشبكات المصغرة بإعادة الزبائن إلى أوطانهم، وهذا سمح لنا بإعادة التواصل مع الوجهات 24 التي ذكرتها، وكذلك أيضا الوجهات 20 التي سنعيد رحلات الربط معها. كان الشحن هو ما أنقذ شركة الاتحاد، وإن كان يشكل سدس إيراداتنا المعتادة. يعني ربما أنا سألتك على موضوع الاندماجات والاستحواذات، ولكن يعني هناك سؤال يتردد كثيرا بين خبراء الطيران، هم يقولون أنه ربما يكون هناك اندماج بين الاتحاد وبين الطيران الإمارات، هل تستبعد مثل تلك الخطوة؟ السؤال المتعلق بالاندماج بين الاتحاد وطيران الإمارات، كنت أمزح مع الكثيرين، لو تلقيت دولارا في كل مرة يطرح فيها هذا السؤال، لما كنا عانينا من تحديات في الإيرادات هذا العام. وأعلم أن صديقي تيم كوك لو تلقى دولارا في كل مرة يتلقى في هذا السؤال سيحصل على الثروة. الإجابة البسيطة هي أنه لست على دراية بأي بحث في محادثات اندماج، ولو حصل ذلك من دون شك فسيكون بين مساهمي الشركتين. شكرا لك توني دوغلاس الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الاتحاد. مشاهدينا الكرام، بهذا وصلنا لنهاية هذه المقابلة الخاصة. الكل يترقب وينتظر عودة حركة الطيران إلى طبيعتها وعودة شركات الطيران هذا القطاع الكبير والحيوي إلى العمل.